بسم الله. ممكن تيجي تفتح الاوتوكاد ما تلاقيش اي قوائم خالص، تمام؟ فهتيجي هنا تكتب سي يو اي لود وتقول له براوس وتدور على ملف امتداده سي يو اي اكس، تمام، او سي يو اي. هتلاقي مثلا الاوتوكاد اهو، تقدر كل واحد من دول في بعض الاعدادات الموجوده. الافتراضي بتاعك اللي هو الاكاد دوت سي يو اي اكس، اقول له اوبن واقول له لود، هيبدا يحمله لي ويحمل لي اي حاجه موجوده معاه، تمام. بدا يحمل لي كل دول، اقول له كلوز، هيبدا يحمل لي بالشكل ده. من الحاجات برضو اللي ممكن تنقذ الموقف ان انا اجي هنا واشوف اذا كانت في حاجه متحمله ولا لا، تمام. ممكن تقول له انا عايز احمل درافت، محمل 3 دي بيزك وهكذا.